اكثر تحملات تسردوا للناس يناقشوه في اللي غادي يتداولوا على مستوى الدوره باللغه الفرنسيه. طرحت واحد علامه استفهام، ما عرفتش انا شنو الغايه من داكشي. انا كنت نتمنى هاد دفتر التحملات يتشمل فيه، ولا هاد البيرو ديتود اللي دار هاد الدراسه على هاد دفتر التحملات كان خصو يجي ويجلس مع الناس ديال المقاطعات على مستوى مدينه فاس كاملين، ويشوف المشاكل ديال كل مقاطعه والخصوصيات ديالها. نعطيك نموذج على مستوى مقاطعه زواغه. عندنا التوسع العمراني اللي يشمل المناطق اللي هي ما كانتش شحال هذه، اللي حنا دابا حاليا في هذا المجلس، هذا واحلين في ذاك المنطقه. ومن هنا تنبغي نوصل واحد الشكر للناس ديال شركه اوزون، لان معظمهم في دفتر التحملات السابق ديالهم ما كانوش داخلين بعض الاحياء اللي هما الدارو جداد، اللي هما في الجوانب ديال مقاطعه زواغه. هذوك الاحياء اللي تزادوا ما كانوش داخلين عندهم في الكيت شارج، واضطرينا ان بداك المجهود اللي تيكون على مستوى مقاطعه زواغه تنحاولوا نفرقوا على مستوى داك الاحياء الجديده. اذا حنا قبل ما نعرضوا هذا دفتر تحملات السيد الرئيس على المجلس الموقر، كنا نجلسوا مع الناس ديال الدراسات ديال دفتر التحملات، ونقولوا له المشكل اللي كان عندنا من 2012 حتى لدابا، وها الخصوصيات ديال كل مقاطعه ومقاطعه، حيت تختلف. مقاطعه المدينه ماشي هي مقاطعه زواغه، مقاطعه ديال اكدال ماشي هي مقاطعه المارينين. اذا كان بالاحظى قبل ما يخرجوا هاد الناس اللي خرجوا هاد دفتر التحملات اللي هو انا تنشوفه ما واضحش، كان يجي يجلس مع المستشارين. والمستشارين باش تختم، لان غادي